خليني أختم لك بمثال في خلاصة النصيحة، ولله المثل الأعلى. تخيل إن واحد كلفك إنك تشتغل عنده في البيت وقال لك لو سمحت اشتغل عندي في البيت نص يوم، نص يوم بس أو ساعة، والأجر بتاعك 1,000,000 جنيه. إيه رأيك في العرض دوت؟ أوه عرض رهيب، أشتغل ساعة واحدة عندك هتديني 1,000,000 جنيه؟ آه، بس خد بالك في كاميرات مراقبة في الشقة كلها، مطلوب منك حد أدنى من الشغل وحد أقصى، كل ما تشتغل أكتر هديك فلوس أكتر، وكل ما تشتغل أقل الفلوس هتقل، ولو نزلت عن الحد الأدنى المقبول ملكش حاجة عندي بل هعاقبك. أنا عايزك تتخيل أنك دخلت الشقة الراجل دوت وعارف أن الشغل المطلوب ساعة أو نص يوم بالكتير، يا ترى هتفكر أنك أنت تشرب سيجارة؟ هتفكر أنك أنت تفتح موبايلك تتفرج على فيلم إباحي في الساعة دي والكاميرات شغالة والوقت بيضيع؟ هتفكر انك انت تشوف فيلم او مسلسل؟ هتفكر ان انت تسيب الشقة وتنزل تمشي مع بنت؟ هتفكر انك انت تضيع وقتك في معصية الله تعالى ولا هتركز في شغلك الاخر؟ ده انت لو طلت ما تاكلش اصلا مش هتاكل، ولو اضطريت تاكل هتبقى عايز تاكل الاكل اسرع مما تتخيل عشان ما فيش وقت يضيع والكاميرات شغالة، علشان 1,000,000 جنيه بتزن في دماغك، والساعة سهلة وحتعدي بسرعة. عارف انت ليه مش قادر تثبت؟ لانك انت لا متخيل الكاميرات مراقبة من الله سبحانه وتعالى اشد من الكاميرات، ولا مستشعر 1,000,000 جنيه اللي انا قصدي بيها الاخرة اللي هي اعظم بكتير من 1,000,000 جنيه، ولا مستشعر العقوبة. هختم لك بآيات فيها خلاصة الكلام: مراقبة، جنة، نار. آيات في سورة الانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. جزى الله خيرا كل من نشر هذا المقطع لله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.